أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم أنا سندس أحمد من على شاشة تلفزيون فلسطين بسلسلة من حلقات برنامج المهجرون الذي يسلط الضوء على شخصيات هاجرت وصنعت تاريخ لها يربطها بأرض الوطن. هي مخزن هائل لدعم صمود أهلنا في فلسطين إن أمكن التشير ما بينهم وما بين الأهل في فلسطين. فلسطين هي الأصل، وعلى المثقف أن يعرف أن الخط الثقافة يبدأ من فلسطين وينتهي بفلسطين. صراعنا مع عدونا صراع شامل في كل مناحي الحياة. وجودكم كشعراء وأدباء في الخارج والكتابة هو بحد ذاته مشروع تواصل دائم مع الوطن. الظروف تفرض على الفلسطيني أن يكون متعدد الاتجاهات.